أكدت وزيرة التجارة نيفين جاما حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا. وخلال اجتماعها مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وممثلي وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، بحثت جاما تدبير احتياجات الدولة من هذه الكمامات وإمكانية الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل طاقات إضافية، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح بتصدير الكمامات إلا بعد توفير احتياجات السوق المحلية.